بين التمثيل والتأليف الموسيقي والنقد الفني والعمل الأكاديمي، تنوعت محطات الإبداع في مشوار الدكتورة ياسمين فراج أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون. بدأت رحلتها الأكاديمية بدراسة للماجستير عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ثم حصلت على الدكتوراه عن الغناء الفردي والجماعي على المسرح. وخلال رحلتها في العمل الأكاديمي والنقد الفني، قامت الدكتورة ياسمين فراج بأدوار البطولة والاشتراك بالتمثيل والغناء في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، منها الأوبرا الشعبية ياسين وبهية، ومسرحيات ليلة فل وليلة العمر والبروفة الأخيرة والعشاء واللي جرى. كما ألفت الدكتورة ياسمين فراج موسيقى مسرحية شقة عم نجيب. ولها العديد من الكتابات النقدية في الصحف والدوريات المصرية والعربية. وشغلت فراج العديد من المناصب، منها رئاسة قسم الإنتاج الإبداعي بالمعهد العالي لفنون الطفل، وعضوية لجنة ترقية الأساتذة، ورئاسة قسم النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني. وصدر لفراج العديد من المؤلفات، منها الزخرفة اللحنية في موسيقى محمد عبد الوهاب، والمناهج النقدية في الموسيقى العربية، والأغنية الشعبية في مصر، وشدو الألحان، ودراسات في النقد الموسيقي، وموسيقى دراما الشاشات، والمسرح الغنائي في مصر من بداياته إلى نهايات القرن العشرين. ومثلت الدكتورة ياسمين فراج مصر في العديد من المهرجانات والمؤتمرات في إسبانيا وأوكرانيا والمغرب وتونس ولبنان، حيث قدمت دراسة مهمة عن الأغنية الرحبانية. وحصلت الدكتورة ياسمين فراج على العديد من الجوائز والتكريمات، منها الجائزة الدولية لعلوم الموسيقى من الجمهورية التونسية، كما تم تكريمها من دولة البحرين وفي العديد من المحافل الأكاديمية المصرية والعربية.